السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في القناة. اليوم فيديو جديد. قبل ما غنبدا الفيديو ديال اليوم، كنبغي نوجه واحد التحية وواحد الشكر للبنات اللي ضافوا معايا على القناة. كنبغي نقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، وكنشكر الناس اللي كتاخد من وقتها وتخلي لي تعليق زوين اللي كيحفزني. كنبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا على اي واحد كياخد من وقته ويخلي لي لايك ولا يخلي لي كومونتير. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف، وكتسولوا فيا ملي كنغبر عليكم. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وكلمة شكر قليلة في حقكم. المهم البنات، بالنسبة لليوم شنو غادي نوجد معاكم؟ كيف ما كيبان لكم غادي نوجد معاكم كوكيز ديال الدار اللي كيجي بنين بزاف، وكيجي مقرمل، كيجي بحال ديال الزنقه، يعني زوين. انا بالتجربه ديالي هاد الكوكيز، يعني المكونات ديالو بسيطه كيف ما كيبان لكم. انا وليداتي كيبغيو يديو معاهم بحال هكا بيسكوي ولا ليكول، كنفضل انني نصايب لهم شي حاجه للدار اللي نعرف انا باش مصايبه. دونك انا دابا درت لهم، جربت لهم هاد الكوكيز هذا وكيعجبهم كيبغيوه، ونتمنى انه يعجبكم وتجربوه لوليداتكم. راه كيجي بنين وزوين واقتصادي ونقي. يلا البنات ندوزو نعطيكم المقادير. بالنسبه للبنات، المقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو واحد 600 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجو 240 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو خماره كيماويه، غادي نحتاجو هنايا 4 ديال البيضات، غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، غادي نحتاجو هنايا 6 المعالق ديال كبار ديال الزيت نباتيه، وغادي نحتاجو هنايا هاد الشوكولات هكا على شكل هاد حبيبات بحال هكا كيف ما كيبان لكم. الا ما كانش البنات متوفر لكم هذا، ممكن انكم تاخذوا هي الشوكولات العادي المربع وتحاولوا تقسموه هكا طريفات صغيورين وصافي، وديروه راه حتى هو كيجي بنين الا ما كانش متوفر هذا. وصافي، هادو هما المقادير البنات. غادي نولي نعاودهم معكم. عندنا 600 غرام ديال الدقيق، 240 غرام ديال ثاني سكر سنيده، عندنا خماره وحده الحلويات، عندنا 4 البيضات، عندنا 200 غرام ديال الزبده بحرارة المطبخ، عندنا هنايا 6 المعالق ديال الزيت النباتي، وكيف ما قلت لكم الشوكولات حبيبات. يلا دوزوا معايا باش نخلطوه. غناخذ البنات هنايا، انا غناخذ القصعة كتساعدني انني نخلط فيها. غنبداو بالبيض، كما قلت لكم البنات هاد الكوكيز كيجي بنين 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 بزاف، كيبغيوه الوليدات. كنضيفو البيض هو الاول، نضيفو عليه السكر سنيده، نخلط بحال هكا. الزيت نخلطو، وغنضيفو الزبدة، وغادي نحاولو أننا نجمعوهم البنات، نحاولو نسجم لينا هاد السكر مع الزبدة، ونرجع معاكم.
تقريبا ليكم من بعد ما تخلط لينا الخليط، داب ديك سنيده دابت مع الزبده والزيت والبيض. غنبدا نضيف الشوكولاط ونبدا نضيف الطحين. بالنسبه للبنات الشوكولاط يمكن لكم ديروا يعني القياس اللي بغيتو، يعني شحال ما بغيتو. غادي نبدا نضيف في الدقيق، ونخلط، نحاول نجمع الخليط ديالنا بحال هكا. وانا كنزيد الدقيق مره مره، بحال هكا. غادي ندير الخماره الحلوه حتى هي. صافي غنبدا كنجمع حتى يتجمع ليا الخليط، تنسى ليا الدقيق ديالي كله ويتجمع ليا الخليط ونرجع معاكم. هانتوما البنات، راه العجينه ديالنا هي كيف ما كيبان لكم، راه جمعتها كيف ما كيبان لكم البنات، ما كتجي لا خفيفه ولا ثقيله، كان يعني كنلعبوا بها كيف بغينا، كتجي رطيبه وصافي. البنات دابا من بعد ما جمعناها غادي نحاول نشكلها هكا. بالنسبه للبنات الكبر نتوما على شحال بغيتو، بغيتو الكوكيز ديالكم دي يكون كبير غديروه كبير، بغيتوه صغير غادي ديروه صغير، مهم نتوما وعلى حساب الشكل اللي بغيتو، يعني العرض اللي بغيتو والكبر اللي بغيتو. صافي البنات، انا هنايا غادي نبقى نحاول نكون ندير كويورات بحال هكا ونرجع معاكم. Thank you.
مشكل التكوار ديال ديك الكوكيز. دابا جبت هنايا واحد اللاطه اللي غتدخل الفران، بغيتو دهنوها هي بالزيت، دهنوها. كان عندكم هاد الورق هذا ديروه. المهم البنات غنحاول انا نستفهنا، نحاول انني يجيو من بعدين بحال هكا، وغادي نوريكم. غادي تاخذوا البنات فورشيت وغادي ديروها في الدقيق بحال هكا، بحال هكا البنات، وغادي تجيو نوريكم في هذه باش تبان لكم. وغادي تضغطوا عليها بحال هكا، وتضغطوا عاوتاني بحال هكا، وصافي غادي تستمروا هكا بحال هكا. نتوما كديروا الدقيق بحال هكا، تتكملوهم كاملين وغتدخلوهم الفران يطيبوا من جوج جوانب، من التحت ومن الفوق، تيطيبوا وغادي تخرجوهم. ها نتوما البنات كيجي بحال هكا. انا غادي ندخلو دابا الفران ونرجع ديك الساعه ونوريكم الشكل النهائي ديالو منين كيطيب. ها نتوما البنات هذا هو الكوكيز ديالنا من بعد ما طاب، كيف ما كيبان لكم راه كيجي في المنظر ديالو رائع زوين. نتوما البنات نتمنى يكون واضح ليكم، محمر نتوما نفتحو حداكم، راه كيجي واعر البنات. نتمنى انكم تجربوه، وراه كيحماقو عليه وليداتي. انا من ده قبيله وانا كنطيب، اللي طيبتها كياكلوها. المهم انا نتمنى الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم، ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم، خليو لي اقتراحاتكم وتعاليق ديالكم زوينين اللي كيحفزوني. بارطاجيو الفيديو ديال الفيديو مع احبابكم واصحابكم في مواقع التواصل. وبالنسبه لي اول مره كتشوفني على كتشوف القناه ديالي، ما ترديش، انا ساره، نتمنى انك تدخلي وتشتركي معايا في القناه. وصافي هذا ما كان البنات، الفيديو ديال هذا النهار صافي سالا. يلا البنات بسلامه عليكم، مع فيديو جاي ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم.